منذ لحظات فقط أعلن مجلس الوزراء استقالة حكومة وصدر عن مجلس الوزراء بيان منذ لحظات يؤكد فيه أن مجلس الوزراء تابع في إطار انعقاده الدائم منذ الأمس تابع باهتمام تطورات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين والتي أدت لسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين. ويمضي البيان ويقول الحكومة إذا تستشعر المسؤولية السياسية فإنها تعرب عن شديد أسفها تجاه هذه الأحداث المؤلمة. ومن منطلق هذا الشعور فإن الحكومة وضعت أمس استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين الفتت استقالتها. تناشد الحكومة المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور في البلاد تمهيدا لإجراء أولى مراحل ديمقراطية لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها. لكن لم ترد هناك أي يعني أنباء عن رد فعل المجلس العسكري وقرار حيال يعني التقدم باستقالة الحكومة. لا، لم يرد أي رد فعل. الاستقالة معلن عنها منذ لحظات. أعتقد يعني أنني قد أتجه لقبول استقالة الحكومة، لكن يمكن ما يلفت الانتباه في هذا البيان هو تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها، فلا نعلم كيف سيتم ذلك. هل هذه الحكومة هي التي ستجري الانتخابات أم الحكومة القادمة؟ هذا ما ستفصى عنه الساعات القادمة، لأن البيان يتضمن أن الحكومة مستمرة في أداء عملها لحين تشكيل حكومة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.